مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص عبر شاشه اكسترا نيوز. يحتفل المصريون الاقباط بعيد الميلاد المجيد غدا، حيث يتراس قداسه البابا تدروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه قداس عيد الميلاد من كاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده. هذه الاحتفالات التي تاتي بعد وعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عامين بانشاء اكبر كاتدرائيه في منطقه الشرق الأوسط. في هذا اللقاء الخاص نستعرض مع حضراتكم أبرز الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وكذلك كل ما يتعلق بالتأكيد من أحداث جارية تخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولكن دعونا في البداية أن أرحب بضيفي العزيز نيافة الحبر جليل الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة وكل توابعها. نيافة المطران مساء الخير وأهلا بنيافتك. أهلا بيك وأهلا سي بي سي، القناة المعروفة اللي لها سمعة طيبة ودايما حواراتها حوارات مشبعة الحقيقة. أهلا وسهلا، أرحب بنيافتك على شاشة إكسترا نيوز. ودعنا بداية أن نتحدث عن أبرز الاستعدادات لاستقبال عيد الميلاد المجيد هذا العام. أولا نشكر الله أن احنا السنة دي ربنا بداها بداية طيبة كويسة، وبنشكر أيضا المسؤولين في الأمن في الجيش والشرطة لاستعداداتهم الهائلة جدا السنة دي بالذات أكتر من السنين اللي فاتت. وإن شاء الله الاستعدادات كالمعروفة زي كل عيد ميلاد، الناس كلها طبعا بيعملوا شجرة الميلاد في البيوت وفي الكنائس، وبيعملوا بابا نويل في برضه في البيوت وفي الكنائس، وبيبتدوا يستعدوا لصلاة القداس. معروف صلاة القداس زي القداس بتاع الأعياد العادية، فيها عشية وبعد كده بيخشوا في ألحان فريحي، وتستمر الألحان الفريحي لحد عيد الختان، وبعد كده نستعد برضو لعيد الغطاس. يمتاز الحقيقة عيد الميلاد بألحانه الجميلة المتناغمة مع الحدث، وخاصة لما بيتقري الحاجات الخاصة بقصة الميلاد زي الرعاة وزي النجمة اللي ظهر للمجوس وزي الأنشودة الجميلة اللي قالتها السيدة العذراء لأليصابات، وقالت برضو للملاك تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يعني حاجات جميلة جدا وبتخلي الواحد يتذكر بصراحة، وإحنا بنقرأ كأننا بندخل معاهم بالظبط بيت لحم ويدوروا على مكان عشان العذراء تولد فيه. تخيل يعني الإله المتجسد ابن الله المتجسد يتولد في مزود بقر، يعني خالق الكون يتولد في مزود بقر، لكن معناها انه بيشارك الفقراء. وبرضه الملائكه تظهر لمين؟ لرعاة بقر، رعاة غنم، فقراء برضه. تأكيد كلها احتفالات مباركة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وللمصريين. ولكن يعني على سيرة التنسيق كما أشرت نيافتك مع القيادات التنفيذية والأمنية، يعني كيف يبدو التنسيق الأمني خاصة؟ يعني بالتأكيد هو متاح ومتواجد طوال العام، ولكن بحكم هذه الفترة فترة أعياد انطلقت في 25 من ديسمبر للكنائس التي احتفلت بعيد الميلاد طبقا للتقويم الغربي، كيف يبدو التنسيق مع القيادات التنفيذية والأمنية لاستقبال هذا العيد؟ الحقيقة هنا عندنا سيادة مدير الأمن بيمر باستمرار ومعها الطاقم الخاص بالأمن، وبيتابعوا الخطوات اللي بيتبعوها الضباط والعساكر والسيارات المسطحة وكل الحاجات المعينة، الوسائل المعينة ليهم، دائما بيتابعوا انهم على أهبة الاستعداد باستمرار. ومعروف الحواجز دي محطوطة من زمان، لكن دلوقتي بيحطوا قدام عساكر ولابسين اللبس الواقي والامصان الواقية دي، ومعهم كلهم السلاح وجاهزين، وبنلاحظ ان هم يعني نشطاء، يعني واقفين عاملين حساب، ربنا يستر طبعا ما يجيش حاجة، لكن برضو واخدين بالهم. احنا طبعا عندنا الآية اللي بتقول لما يحرس الرب البيت بطل يسر حراس، يعني في حراس طبعا، بس ربنا اللي بيديهم نعمة وحكمة. نتمنى طبعا الاحتفالات تمر يعني بكل خير وسلام على الكنيسة القبطية. نيافة المطران، الحدث الأبرز والحدث الأهم غدا إن شاء الله تلتفت الأنظار للعاصمة الإدارية الجديدة، افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح
يعني على ذكر هذه الكاتدرائية، هي كنيسة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط غير اللي صلى فيها قداسة البابا العام الماضي. يعني كان قداسة البابا أيضا ترأس الصلوات العام الماضي، ولكن هي كنيسة جديدة الكاتدرائية الكبيرة. هل هناك طابع مختلف هذا العام ل يعني تدشين أو افتتاح أكبر كنيسة في منطقة الشرق الأوسط؟ ومن اللافت للنظر أيضا أن مصر سترسل رسالة ربما للعالم، رسالة تسامح ورسالة السلام، ليست فقط الكاتدرائية وإنما أيضا سيتم افتتاح مسجد الفتاح العليم في يعني تخليد للمواطنة والمساواة، وللتأكيد أيضا على أن الدين لله والوطن للجميع، أليس كذلك؟ الحقيقة احنا طبعا هنروح بدري شوية عشان الاستعدادات الخاصة واستقبالات الناس الكبار اللي جايين يشاركون هذه الفرحة، وبعدين الآباء الكهنة والأحبائنا الشيوخ مع بعض الآباء الأساقفة طبعا برئاسة قداسة البابا، وطبعا أكيد سيادة الرئيس السيسي رئيس بلدنا المحبوب، ومعهم الضيوف الكبار كلهم هيتوجهوا الأول إلى المسجد يفتتحوه، وقداسة البابا إن شاء الله يلقي كلمة، وبعديها على طول نفس الموكب ده سيلقي كلمة من قلب مسجد الفتاح العليم. بابا الكنيسة أكبر كنيسة في منطقة الشرق الأوسط سيشارك في هذا الافتتاح وسيلقي كلمة، يعني بحسب التصريح اللي نيافتك ذكرته له. طبعا نعم. وبعدين هيتوجه كل المجموعة دي إلى الكاتدرائية. نعم. وطبعا سيادة الرئيس مع قداسة البابا يقصوا شريط ويدخلوا كلهم، وتعودنا إن فخامة الرئيس دايما يقول لنا كلمة هائلة وبسيطة ومن قلبه، وكلنا بنحب الكلمة دي الحقيقة، والشعب تلاقي بطريقة تلقائية بيسقفوا زغرته لأن شايفين إن الرئيس الوحيد اللي دخل كاتدرائية أول مرة من كام سنة وهنى الشعب في كاتدرائية، حسينا إن فعلا ده رئيس لكل المصريين، وهو دايما بيقول المصريين ما بيجيبش سيرة لا مسيحي ولا مسلم الحقيقة. وبعد كده تبتدي الصلوات الطقسية كالمعتاد زي كل سنة، وهيشترك عدد كبير من الأباء المطر والأسقفة، وطبعا عدد كبير قوي قوي من الأباء الكهنة، والشعب عدد يعني أتوبيسات هتروح يعني، بس ربنا يسهل والأماكن تسع الأتوبيسات اللي رايحة. صحيح، الكنيسة أعلنت يعني في بيان رسمي أن هناك عدد كبير من الأقباط الذين سيشاركون هذه المناسبة في العاصمة الإدارية الجديدة. نيافة المطران، أيضا إذا تحدثنا عن افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة لمسجد كبير يبعد بضعة كيلومترات في نفس المكان، ربما ما هي الرسائل من وجهة نظر نيافتك المنطقة أو ربما التي ترسلها مصر غدا من افتتاح هذا المشروع الوطني الكبير؟ معروف زي ما احنا بنقول انا بعبد ربنا بطريقتي، واخي المسلم بيعبد ربنا بطريقته، واليهودي بيعبد ربنا بطريقته، كل واحد فينا بيعبد ربنا بطريقته وبالاسلوب اللي هو بيحبه والمكان اللي هو يتمنى ان هو يعبد ربنا في هذا المكان، بالاضافة الى ان احنا بنعبد ربنا في كل مكان وفي البيوت. فدي معناها ان احنا جميعنا وطن واحد، رايحين المسجد، رايحين الكنيسة، الحكاية كل واحد يخش يعبد ربنا بطريقته، والله هو فاحص القلوب والكلب وهو اللي شايف الدنيا فيها ايه. لكن دي معناها ان احنا بلدنا واحد، فكرنا واحد، جميعنا بنعبد الاله، كل واحد بيعبده بطريقته، كل واحد بيعبده بالاسلوب اللي هو بيحب يعبد فيه ربنا، لان ربنا لما خلق البشرية خلق آدم وحواء. نعم. وقال لهم أديك وهو، وهم كانوا يعبدوا ربنا بطريقته. بعدين بقى تفرقت الشعوب وتفرقت الأمم، وبقى كل واحد عاوز يعبد بالطريقة اللي هو مستريح ليها والمكان اللي هو بيستريح ليه. يعني إذا انتقلنا أيضا بالحديث لموضوع آخر، تحدثنا بالتأكيد باستفاضة عن افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح وأيضا مسجد الفتاح العليم غدا إن شاء الله بالعاصمة الإدارية، أنتقل بالحديث لزيارة نيافتك اللي نيافتك أنهتها قبل أسابيع قليلة وكانت للمملكة العربية السعودية. جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حينما زار مصر تحديدا في 20 نوفمبر الماضي التقى قداسة البابا طوادروس الثاني، وأيضا سمو الأمير محمد بن سلمان زار قداسة البابا
في قلب الكاتدرائية في المقر البابوي، وهنا كانت بداية زيارة نيافتك للسعودية، مش كده؟ هو بس الحقيقة نوفمبر قبل الماضي، قبل الماضي عفوا. جلالة الملك، الحقيقة أنا زرت السعودية أولا مع الوفد الرسمي لما حصلت المشكلة في القنصلية السعودية، وبعدين رحت تاني سنة 2014 في يوم 23 يناير. نعم. وقعدت أول مرة، قعدت حوالي 12 يوم، ورحت برضو يوم 5 يونيو في نفس العام 2014، وقعدت ساعتها حوالي 16 يوم. نعم. وبلتقي طبعا بالشعب اللي هناك، وبلتقي بكثير من المسؤولين طبعا، بروح السفارة وبيبقى في استقبال رسمي وبنلقي الكلمات، ولقاء حب هائل جدا جدا. السنة دي بقى رحت من يوم 26 نوفمبر، وأنا كنت لسه مرسوم يوم 25. صحيح، بنهني طبعا. فحتى بقول القداس البابا، أنا أول ناس هتقول لي كزمة رؤوت الجديدة في السعودية. الحقيقة السعودية المرة دي الزيارة دي مختلفة تماما عن المرات اللي فاتت. أولا حتى الفيزا نفسها مختلفة تماما، برضو الاستقبالات في المطار، السفارة بتبعت كبار المسؤولين فيها بيستقبلوني في المطار وولادنا برضو. توضيحا يافة المطران، هي الدعوة جت دعوة رسمية من سمو الأمير، فلو حضرتك تطلعنا بس على أهم مدار في الاجتماع اللي جمع يعني نيافتك مع قداسة البابا وعدد من الآباء الأساقفة والمطارنة لاستقبال سمو الأمير محمد بن سلمان في الكاتدرائية. الحقيقة طبعا أنا قابلت الملك عبد الله يعني الملك السابق، وقابلت وزير الخارجية سعود الفيصل، سمو الأمير سعود الفيصل، إنسان الاثنين كانوا أكثر من رائعين في استقبالهم، رائعين. المرة دي برضو لما استقبلت جلالة الملك سلمان وسمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان جه زار بابا في الكاتدرائية، فالبابا يعني خلاني ان انا احضر مع اللقاء. الحقيقه لاحظت في سمو الامير ثقافه عاليه جدا، عنده معلومات هائله عن الكنيسه وعن حال البلد وعن الظروف، ثقافه متسعه كانه دائره معارف معلومات، بيتكلم بتلقائيه هائله، يعني كل الكلام طالع من قلبه. فقدس البابا ببساطه بيقول له الانبا مرقس راح هناك 3 مرات، قال له كمان اوعده هيروح كل سنة مرة الأقل. نعم. وأنا أدعوك يا قداسة البابا أيضا لزيارة المملكة. فالدعوة مفتوحة لقداسة البابا، وهو لما قال لي الكلام ده كان قال يوم 13 مارس سنة 18. الظروف بقى الأعياد الخاصة بإخواتنا المسلمين أخرت، وبعدين جاتني الفيزا، كنت أنا بقى رايح دير مرجرجس رزيقات، لازم الحفل الكبير، وبعديها السيمينار بتاع الاباء الاسقفه، وبعديها رسامات وكلام ده. فحددنا ان احنا يوم 26 نوفمبر اروح هناك. الحقيقه ابرز تفاصيل الزياره بقى بنيافتك، التقيت عدد من المسؤولين هناك، امين عام رابطه العالم الاسلامي، وكان هناك بالتاكيد يعني عدد مع ابناء الوطن الموجودين على ارض السعوديه. لو هتطلعنا على اهم ما جاء في زياره نيافتك للمملكه العربيه السعوديه الاخيره. الحقيقه انا وصلت هناك يوم 26 نوفمبر، لقيت في موعد التقي فيه الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم ابن العيسى، وده امين عام رابطه العالم الاسلامي. الحقيقه التقيت بيه، انسان متضع، انسان مثقف قوي قوي، انسان عالما بامور تاريخ الكنيسه وتاريخ العام للبلاد. معرفته العمومية متسع أوي فيها، الحوار كان بناء أوي، تكلمنا في أمور كثيرة جدا، والتقينا في كل ما تكلمنا فيه، ولقيت فيه زي ما قلت إنسان مثقف ثقافة عالية، وبيتكلم برضه بتلقائية وجميل أوي، وفكره جميل، وقلبه تحس إنه قلبه راجل طيب وحلو. هذا اللقاء يمكن أكتر من ساعة شوية لا بأس بها، وزي ما بقول اتكلمنا في أمور كثيرة خالص، حرب الفرنجة والحاجات اللي زي كده، يعني كانت كلمات رائعة. وكتب جاء الخبر
أول ما خلصنا جه في قناة العربية والعربية نيوز ونزل في حوالي 11 جريدة تاني يوم الصبح. نعم. هو اللي طبعا اللي نشر الحاجات دي كلها وبعت لي الصورة، والحقيقة سلمني الدلة اللي هو البراد بتاع القهوة بتاعتهم الجميلة قوي دي، وأيضا درع بتاع الرابطة. أنا بعديها طبعا جهزنا له برضو حاجة تناسب، درع جميل جدا باسم الأقباط وباسم قداسة البابا قدمناه له، وأنا في آخر القعدة دعيته قلت له باسم قداسة البابا أدعوك لزيارة مصر ولزيارة الكنيسة القبطية. نعم. هي رحب قوي قوي قوي، قال إن شاء الله برتب وأزور مصر. في نفس اليوم أيضا يعني التقينا قداسة البابا تودروس في القاع على الهواء مباشرة وتحدث معنا حول هذه الزيارة الهامة. إذا كانت الدعوة وجهت لقداسة البابا تودروس، هل من الممكن أن نراه يعني في زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية، خصوصا أن هناك عدد من البطارقة ولا سيما منذ فترة قريبة غبطت البطريرك الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، ورئيس مجلس بطارقة الشرق الكاثوليك قام بزيارة المملكة العربية السعودية في فترة ليس ببعيدة، هل ممكن أن نرى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيارة للمملكة العربية السعودية في هذا خلال هذا العام 2019؟ تحدثتم في هذا الموضوع ترتيبات حول هذه الزيارة أو ما إلى ذلك يعني؟ لا الحقيقة يعني ما كانش في فرصة التقي بولي العهد هناك في السعودية، لكن لو حصل وشفناه إن شاء الله بكرة لو هيحضر الاحتفال أكيد هفكره أقول له دعيت قداسة البابا، يا ترى الترتيبات والموعد المناسب إمتى؟ مين عارف، يمكن هو يحدد يتفق مع قداسة البابا بكرة ويقولوا كلام كتير، ده كلام الكبار بقى مع بعضي. نعم. نيافة المطران فرصة أن نيافة تلتقي عدد من أبناء الكنيسة في عدد من الدول بالتأكيد بيبقى ليها مردود كبير بالنسبة لهؤلاء الناس اللي عايشين على أرض مختربة بعيدا عن الوطن، إزاي نيافتك تلامست مع هؤلاء الأسر بعدما التقتهم في هذه الزيارة تحديدا؟ الحقيقة بس في التقيت بواحد برضو رئيس مهرجان المنتجين عبد الله عزام، أستاذ عبد الله فنان كبير جدا جدا ومعه وفد من المهرجان، والتقيت أيضا بمدير الفيصلية أستاذ حسن. الحقيقة التقيت بعدد كبير، الجرحي حسن الجرحي، يعني التقيت بعدد من المسؤولين طبعا بالسفارة المصرية، لكن ولادنا هناك مفتقدين ان حد ياخد باله منهم. تعرف طبعا احيانا يحصل مشاكل في الاسرة، مشاكل بين الناس، معروف ان رجل الدين في الكنيسة لما بيقعد مع الناس غالبا بيطوعوه والحاجات اللي هي فيها خلافات بتتصلح، يعني غالبيتها او كتير منها بيتعمل. وبرضه ما شافوش رجل دين مسيحي هناك، لما بيشوفوه بيفرحوا بيقول اهو جانا واحد من مصر يعني عشان نشوفه. والحقيقه كان موقف جميل جدا من ولادنا، حتى في جده اتمشيت على الكورنيش هناك والناس السعوديين كانوا بيستقبلوني ويقابلوني بكل ترحاب حقيقه. هل نفهم يعني في ظل الأخبار التي تتوارد من حين والآخر لافتتاح عدد من دور السينمات، وكذلك يعني هناك ربما الفكر المختلف اللي نيافتك تحدثت الذي ألقى به سمو الأمير أثناء هذه الزيارة، هل نيافتك شعرت ربما المنهج بالنسبة للمملكة العربية السعودية والحياة عموما ربما فيها اختلاف بعض الشيء في الأونة الأخيرة؟ الحقيقة وأنا في جدة مشيت قالوا لي بيبني أكبر سينما في السعودية. طبعا تتبني سينما في السعودية ده تحول هائل. وبعديها وأنا هناك برضو قالوا إن الفنان الكبير حفلات غنائية عمرو دياب راح هناك، واللي حضروا الحفل 15,000 واحد حاجزين التذاكر من مدة طويلة قوي. وبعديها راح فنانين كتير، يعني ابتدت تنفتح كتير على العالم. الحقيقة وأنا قاعد مع الدكتور محمد عبد الكريم قلت له ليه بيسموا السعودية بلد مغلقة إطلاقا، دي بلد منفتحة دينيا بدليل جلالة الملك عبد الله عمل مبنى في فيينا اسمه مبنى حوار الأديان،
وكان وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيض دعاني أن أحضر اللقاء ده. اللقاء ده بيبقى فيها مسيحي ومسلم ويهودي وبوذي، مفيش دولة بتعمل كده، يعني الدولة الوحيدة اللي جمعت الأديان وكل واحد، مفيش طبعا حوار في الناس الدين لكن اسمها حوار، كل واحد بيعبر عن مبادئ الدين بتاعته ويقول الحاجات الجميلة اللي فيه، كل واحد بيتكلم براحته، وبعدين نقعد كلنا بناكل سوا على نفس الترابيزة، وكلنا بنقعد في كراسي وريسبشن سوا، واللي استراحة سوا، ونخرج سوا كلنا. ساعتها الواحد ما بيقولش ده مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا بوذي، كلنا ماشيين في نفس الرجل. فأنا قلت له المفروض يعلن هذا للعالم عشان العالم يعرف أن السعودية ليست منغلقة دينيا، بالعكس منفتحة جدا جدا. وابتدى الدليل يوضح بالتطور الحادث في المملكة دلوقتي كتير خالص. يعني كنا أنا كرجل دين أروح ماسك صليب والعصاية ولابس كده وامشي هناك، والناس ما تستغربش، والناس ترحب جدا، يعني لدرجة أنه أنا بدخل في الفندق مرة بيدوني الكارت بتاع الأسانسير، كل ما شغله ما اشتغلش، فبقيت اروح للريسبشن اقول لهم ما بيشتغلش، قالوا عشان تيجي هنا وتسلم علينا وناخد بركه، عشان كل نتيجه صحيحه. فتخيل يعني كل مره اقول لهم حاضر اجي لكم، ده انا اكون مبسوط بيكم. يعني الحقيقه لقيت الشعب جواه حلو، وما استغربوش ان انا رايح هناك، ما استغربوش ان انا ماسك صليب في ايدي ولابس كده، ما استغربوش. نعم، احنا بنتمنى لحضراتكم التوفيق بالتاكيد، وتسمح لي نيافه المطران ان نعود مره اخرى للاوضاع في مصر. منذ فترة يعني كبيرة، ولكن الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع تأتي ربما ما بين الحين والآخر، وتحديدا أتحدث عن تقنين أوضاع بعض الكنائس ومباني الخدمات المختلفة على مستوى الجمهورية. إزاي نيافتك بتشوف تحرك الدولة تجاه هذا الملف تحديدا، خصوصا أن تم تقنين عدد ليس بقليل في فترة وجيزة جدا الفترة الماضية؟ الحقيقة احنا بنشكر فخامة الرئيس ان هو عضد هذا القانون وأيده تماما، بل هو اللي كان بيعرض الحاجات زي كده، وبنشكر الدولة انها وافقت على تقنين عدد ضخم قوي من الكنائس ومن مباني التابعة للكنيسة. صحيح. واحنا بننتظر، لان لسه احنا عندنا يجي الاف من الكنائس والمباني، ان شاء الله كل شوية بيبتدوا يوفقوا أوضاعهم، بس احنا لينا رجاء كنائس الأراضي اللي احنا عايزين نبني فيها كنيسة. لما بنقدم طلب الحكاية لسه عاوزة حركة أخرى، لأن مكتوب في القانون أن المحافظ يرد علينا في خلال 4 أشهر. طب لو ما ردش؟ فاحنا مثلا بنقدم طلبات لسه ما تردش علينا فيها، مش احنا بس يعني كثيرين. فيمكن توفيق الأوضاع ماشي زي الفل، لكن بناء الكنائس الجديدة أكيد ليهم بروسيديور معينة، طريقة معينة، بس احنا لسه عشان قانون جديد وعشان بقى من سلطة المحافظ من رئيس الجمهورية، فلسه الموضوع بيذاكروه كويس، وإن شاء الله نتوقع خير بسرعة قوي، إن شاء الله يوافق على كل حاجة. صحيح. هو يعني الفترة الماضية دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي يعني منح إعطاء هذا الترخيص لعدد من الكنائس القبطية وأيضا الكنائس الإنجيلية الأسبوع الماضي. وأيضا نرى يعني السيد الرئيس حينما يفتتح بعض المشاريع القومية خلال الفترة الماضية يتساءل مباشرة أين الكنيسة في هذه المنطقة. بالضبط، عشان كده أنه رئيس للمصريين كلهم. وأنا الحقيقة لما التقيت به في عيد الميلاد اللي فات قلت له احنا فخورين بأن فخامتك مصري أصيل وبتحب مصر وبتسعى لرفعة مصر، ما انتاش بتدور على الكرسي، انت بتدور على راحة شعب مصر. واحنا واثقين ان زي ما فخامتك قلت مصر هتكون ام الدنيا ان شاء الله وقد الدنيا. نعم، منذ ايام ايضا نيافة المطران اصدر السيد الرئيس قرارا جمهوريا خاص باللجنة العليا لمواجهة الاحداث الطائفية. هذه اللجنة يشترك فيها ممثلين عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة وأيضا المخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يعني هذه المبادرة أيضا وهذا الموضوع كيف تراه في هذا التوقيت تحديدا بمشاركة كل هؤلاء؟ دي ادهلنا هدية العام الجديد الحقيقة، ادهل شعب مصر كله، لأن الفتنة الطائفية لما بتحصل بتدمر، مش بس بتدمر أماكن، لا
بتدمر احاسيس ومشاعر الناس، بتدمر السلام اللي بين الناس، بتدمر الحب اللي بين الناس. لكن لما يبقى في قانون واضح واجراء واضح، كل واحد يلتزم مكانه. وانا بستغرب بصراحه، يعني افرض ان انا بنيت مبنى مخالف، ما يحاسبنيش الشعب؟ في قانون هو اللي بيحاسب، في ناس مسؤوله تحاسب. واحد مثلا راح صلق مكان، في قانون يحاسب. لكن لو كل واحد هو اللي يحاسب، بقت البلد فوضى. ولذلك احنا بنستغرب، طب دول راحوا وكسروا بيت، ايه ذنب البيت اللي اتكسر؟ وبعدين على فكره متصورين بالفيديو، يعني يتقبض عليهم بسهوله قوي. يمكن هذه اللجنه بقى تمنع حدوث هذه الاشياء قبل حدوثها بالظبط القادمه. بالظبط، يعني هيقولوا لهم ان احنا عاوزين المكان ده، عاوزين نعمله كنيسه، هيعمل يمشوا في الخطوات الطبيعيه دي، وبالتالي هنتجنب اي حاجه بتحصل. لكن احيانا زي ما بقول مثلا بيلاقوا قريه صغيره كده ويلاقوا بيت في قاعه، فيقولوا طبعا نصلي قداس ونمشي. برضو احنا برضو نتمنى ان دي تاخد وضع قانوني، يعني بدل ما انا اروح مره واحده اصلي، لا اقول لهم يا جماعه ايه رايكم هنستعمل المكان ده نصلي فيه، يدونا سماح لحد لما يتوفق اوضاع. يعني احنا برضو نمشي بطريقه اخرى تساعدنا على ان احنا نتجنب الاحداث الطائفيه. لكن احيانا برضو بعض الناس اللي هم المغرضين يعكروا الجو بالناس، وياما الدنيا مزايا بتوع داعش ما بيعكروا الجو بين الدنيا بحالها. صحيح، ربما اهداف يعني كثيرا الفترة الماضية، ولكن يعني بأخذ الحديث في هذا الموضوع تحديدا يافت المطران، إذا تحدثنا عن وضع ومكانة الجسد المصري الواحد، ربما هناك بعض الشعارات غير محببة للبعض، إذا تحدثنا عن قطبي الأمة وما إلى ذلك. لا لا، مش حاجة قطبي، احنا قطب واحد. صحيح، لذلك يعني أشرت أنها غير محببة للبعض. لا خالص. كيف ترصد هذه العلاقة وهي العلاقة السائدة والعلاقة أكبر بعيدا عن كل هذه الأحداث ربما القليلة التي تحدث، ولكن على الجانب الآخر هناك وضع آخر بالنسبة للمصريين، توافقني هذا الرأي؟ أنا هقول كلمة بسيطة، إحنا حاليا 100 مليون واحد، لنفرض أن الناس المتعبة واللي بتعمل دوشة في البلد 100 ألف، يروح فين في 100 مليون؟ الحاجة. فيبقى إحنا علاقتنا الطبيعية مع كل الشعب علاقة رائعة، في ما عدا زي كل بلد ما بيحصل فيها ده يعمل دوشة، ده يضرب ده، يتخانق مع ده، في أكيد. لكن دول عاوزين تثقيف من جهة البرامج التلفزيونية اللي هي الموجهة للتعايش بين أفراد الأسرة الواحدة اللي هي مصر، أفراد العائلة الواحدة مصر. برامج تلفزيونية وبرامج حتى في دور العبادة تعمل توجيهات من الأول الأولاد الصغيرة، المناهج الدراسية يكون فيها مناهج تساعد على أن الإنسان يحب الآخر، يتحاور مع الآخر حتى لو مخالف ليه في الرأي ولا في الدين. احنا ياما بنتحاور مع ناس مخالفين. صحيح. لكن في الآخر الذي يسري ويستمر هو الحب اللي بيننا، الكتاب عندنا بيقول المحبة لا تسقط أبدا. نشكر الله. صحيح، هو دائما قداسة البابا تدرس يؤكد وهي الإمضة الرسمية اللي قدسته في هذه يعني الفترات. بالزبط. أيضا يفت المطران، إذا تحدثنا والحديث بطبيعي خدنا عن حالة الحوار ما بين المؤسسات الكنسية وأيضا ما بين الأزهر بهدف تعزيز الحوار وإرساء السلام ما بين المؤسستين، هناك مؤتمرات بتعقد من قبل الكنيسة والأزهر في هذا الموضوع تحديدا، كيف تقرأه وكيف تابعته الفترة الماضية؟ الحقيقة أي حوار يتم لازم يكون قاعدته الحب. ليه؟ لما يكون قاعدته الحب يبقى انا هقبل راي الاخر حتى لو مخالف ليا، هقول الراي ده كويس ولو ان انا مش مقتنع بيه، مش مهم. لكن طالما في قاعده حب، قاعده الحب بتيجي زي من اللقاءات الدائمه، لقاءات مستمره، لقاءات في حوارات، مش حوار في العقيده، لا ده مستحيل يعني. لكن في حوار ازاي كلنا نبني مصر، ازاي كلنا نحب مصر، ازاي كلنا ننهض بمصر. ما مصر زمان كانت احسن بلد اشبعت العالم 8 سنين، مصر كانت أعظم ملجأ، الكتاب قال عنها جنة الله أرض مصر. لكن الحوارات تبتدي نقول زي ما احنا هنا أحيانا بنعمل رحلة مثلا كشافة، كشافة بتوعنا مع الكشافة بتاع إخواتنا المسلمين، بيروحوا يقضوا 3 4 أيام مع بعض، في علاقة حب طيبة جدا، ويستمر الكلام اللي بينهم زي الفل، هو بيعبد ربنا بطريقته وأنا بعبد ربنا بطريقتي. لكن المهم فينا تكون علاقة الحب دائمة،
وعلاقة الود دائمة، والحوار على هذا الأساس، حوار يبني مصر ويبني أنفسنا كلنا. يعني ما مش ممكن نعمل حوار في العقيدة، ده يصل للمستحيل. لكن حوار زي نبني مصر، زي الواحد يشتغل بأمانة، زي الواحد يكون مخلص لمصر، زي يكون صادق في كلامه وفي حواره. يعني احنا لاحظنا ان في قامة الرئيس ده بيتكلم كل كلامه دقيق، في حواراته حوارات مفتوحة. يعني انا استغرب ان واحد يلقي كلمة الرئيس يروح داخل في الخط ويسأله في الموضوع وهو يسأل، يعني حاجة عجيبة. ده ياريت القواعد دي يتمثل بها كل الناس، قيادات دينية، قيادات سياسية، قيادات في المحافظات، لو تتمثل بالحوار ده هنلاقي الدنيا زي الفل وعشرة على عشرة، وإن شاء الله الحوارات تبنى وتجيب حاجات حلوة إن شاء الله. أيضا هناك يعني خدمات عديدة بتقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي الكنيسة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والأقدم في العالم. تحديدا هذه الخدمات خدمات مجتمع، لخدمة المجتمع، ليست فقط قاصرة على أبناء الكنيسة أو ما إلى ذلك. إذا تحدثنا أيضا فيما يخص يعني مطرانية شبرا الخيمة اللي نيافتك بتترأسها هنا في هذه المحافظة القليوبية وتحديدا في شبرا الخيمة. احنا نكاد نكون أول مركز في مصر نعلم فيه الكمبيوتر، وتعليم الكمبيوتر على فكرة لم يكن هناك حاجة اسمها الديانة، قبلنا الجميع. عندنا مستشفى سانت ميري ومركز طبي كبير في القناطر، وعندنا مركز آخر في 16 وحدة غسيل كلى في بهتيم. ما عندناش حاجة اسمها ده دينه ايه ولا مش دينه ايه. وأيضا الحاجات اللي حتى فيها حاجات رمزية، مبالغ رمزية للفقير اللي بيجيني من أي حتة يعفى تماما من أي مصاريف كشف وعلاج والدواء، بنديه للفقير مجانا. أنا مش داخل الفقير ده ديانته إيه ولا جنسيته إيه ولا، ده مش موضوعي. ليه؟ كل مريض يستحق إن هو يتعالج. وعندنا المراكز في بعض كنائس عاملة مراكز للدروس بتاعت المدارس، لأن معروف دلوقتي يعني الحكاية مراكز إن شاء الله إن شاء الله يلغوا الدروس الخصوصية دي، فعاملين مراكز بتعلم الكل. ما عنديش حاجة اسمها مسيحي ومسلم دايما. وإحنا بنفكر نعمل مدرسة، وربنا يسهل يجيبولنا الرخصة بتاعتها، مدرسة كبيرة على مساحة 3.5 فدادين إن شاء الله تبقى حلوة. برضو المدرسة مش معقولة نعمل مدرسة ناخد مسيحي بس، لا مش حاجة اسمها مسيحي بس في الأنشطة العمومية دي خالص. يعني لما بنعمل أي نشاط أهلا وسهلا بكل واحد يشترك فيه. يعني قبل أن نختم هذا اللقاء نيافة المطران، إذا وجهنا رسالة للمصريين بمناسبة العام الجديد، يعني منذ أيام قليلة احتفل المصريون بالعام الجديد، بأي رسالة تحب تشاركها للمصريين بشكل عام، وأيضا للأقباط الذين سيحتفلون غدا إن شاء الله بعيد الميلاد المجيد؟ الرسالة دي جاية في الكتاب المقدس، إن الملائكة قالت المجد لله في الأعالي والأرض السلام وفي الناس المسرة. لما يكون في سلام في الأرض بين الواحد ونفسه، وبين الواحد وبين ربنا، وبين واحد وأسرته، وبين الأسر وجيرانها، وبين المجتمع، وبين الدولة، وبين الدول، أعتقد العالم يبقى عايش في جنة الله على الأرض، يعني تبقى أحسن حاجة. فياريت جميعنا نسعى لتحقيق اللي هي على الأرض السلام، بس الواحد يصطلح مع ربنا ويصطلح مع نفسه ويصطلح مع الآخرين. وبعد كده من ناحية المسيحي، احنا المثل بيقول، مش المثل، نفس الكتاب بيقول المجوس راحوا وزاروا المسيح سجدوا له، مع اني شايفين طفل صغير، هو كان سنه في حوالي سنة واربعة اشهر تقريبا لما زاروا المجوس، سجدوا لهذا الطفل باعتبار ان هو المجوس ده على فكره ما يسجدش الا الالهه، لان دول اعظم ناس في البلاد. وثانيا قدموا نفس الهدايا دي، الذهب للملك واللبان للكهنوت لكن ايضا ليقدم للالهه عندهم. والمر معروف ان هو العطر اللي ربنا قال لموسى حطه من ضمن الزيت اللي تدهن بيه هارون والكهنه، يعني زيت مقدس. فالعطر اللي هو المر ده معناها للتقديس، ومكتوب برضو ان المر والماء السريخة طيب ثيابك، ده خاص بثياب السيد المسيح. فبناخد الرموز دي
ان المجوس راحوا سجدوا لهذا الاله وهذا الملك العظيم وهذا القدوس الذي يقدس البشرية. فناخد درس ان المسيح تواضع وجه في حاجة فقيرة عشان الفقير ما يتضايقش، وجه قابل الاغنياء اللي هم المجوس عشان برضو الاغنياء يقولوا احنا مش مرفوضين. فالتقى بهذا في طفولتي والتقى بذاك في طفولتي، والتقى بعد كده بفئات الشعب لما جانا مصر وباركها. صحيح. ومن مصر دعوته ابني. يكفي ان دخول العائله دي اول قدم يحطوه في ارض مصر ناحيه الالزم كده، لما يجي السيده العذراء وشايله الطفل يسوع ومعاه اسم النجار وداخلين مصر، خلاص مصر الارض تباركت. يكفي ان اقدامهم دخلت ارض مصر. فنشكر الله، ونشكر الله ان هو يديم على مصر النعمه ونعمة السلام الدائم يكون فيها، ويخلي مصر بلد من البلاد المتقدمة في الفكر والثقافة، وكل حاجة موجودة، وتبقى رمز للبلاد الحلوة اللي بتعبد ربنا صح، وفي علاقة الشعب مع بعض صح، وعلاقتها بكل العالم صح، وربنا يديم الحب بيننا. بشكرك شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لإكسترا نيوز، وأيضا على الاستضافة هنا في مطرانية شبرا الخيمة. شكرا جزيلا لن يفتك. أخذنا بركة كبيرة كتير. إذن مشاهدينا الكرام، كان معنا على الهواء مباشرة في هذا اللقاء الخاص عبر شاشة إكسترا نيوز نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وكل توابعها. أخيرا، غدا ستتوج كل هذه الاحتفالات بترأس قداسة البابا تودروس الثاني في احتفال مهيب بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة 6 يناير عام 2019. ربما يكون هذا العيد مختلف بعض الشيء للأقباط. الشكر موصول أيضا لحضراتكم على حسن وطيب المتابعة، ودائما عبر شاشة إكسترا نيوز تحية طيبة لكم وإلى اللقاء.